ارحب بحضراتكم مره تانية معانا في نور. الحقيقه دور مصر او نجاحها في السياسه الخارجيه في السنوات الاخيره مش هقول انها مجرد نقطه تحسب لمصر، لكن نجاح يمكن البعض ما كانش متوقع انه يكون بالسرعه دي. اداء الخارجيه المصريه كمان ناس كتير ما كانتش متوقعه انه يكون بالاداء ده بالسرعه دي بالنجاح ده. لكن هرجع مره ثانيه زي ما كنا النهارده بنتكلم في بدايه الحلقه عن فتره عصيبه مرت بيها مصر، السياسات الخارجيه ليها كانت شبه مدمره، مش هقول نظره العالم لمصر كانت ايه، لكن اطماع ومساندات لعمليات سطو للاستيلاء على موارد مصر وعلى اسم مصر على تفكيك مصر زي ما حصل في دول عربية كتير. لكن في الفترة الأخيرة ومع سياسة حكيمة في قيادة الدولة المصرية نجحت الخارجية المصرية في تحقيق نجاحات كبيرة في ملف السياسة الخارجية. بسعدني وشرفني أستاذ بلال الدوي رئيس مركز الخليج لدراسات مكافحة الإرهاب، أهلا بك أستاذ بلال. أهلا بحضرتك وأهلا بسادة المشاهدين. أهلا بك منورنا. وخليني أبدأ الأول يعني تقييم عام أو نظرة عامة للفترة الأخيرة ونجاحات اللي حققتها الخارجية المصرية في السياسات الخارجية. طب ما تيجي نبدأ من الجملة اللي حضرتك قلتيها اللي هي أوقات عصيبة مرت بينا. نبدأ بالأوقات العصيبة. على أساس إن احنا نبدأ من كلمة أوقات عصيبة عشان نقول إن احنا كنا فين وبقينا دلوقتي فين. طبعا نقدر يعني نقيم مظبوط. نقيم كل ملف كده في السياسة الخارجية لوحده احنا كنا ازاي بنتعامل معاه ووصلنا فيه لفين لحد دلوقتي. لو هنتكلم عن الأوقات العصيبة اللي احنا مرنا بيها، احنا ما كانش في أصلا عندنا سياسة خارجية في الثلاث سنين من بعد 2011 لحد ثورة 30 يونيو. كانش في سياسة خارجية، كنا الدولة المصرية كلها بالكامل كانت بتحاول تلم الدولة المصرية. بمعنى ايه؟ احنا لا كان في لا شرطة والجيش كان موجود في الشارع، كان عندنا أزمات اقتصادية، كان في احتياطي نقدي بيخلص وصل ل 14 مليار ووصل ل 12 مليار والباقي كان طبعا كان ذهب مجمد، فما كانش في حاجة، لا كان في إنتاج ولا تصنيع ولا تصدير ولا أي حاجة خالص. كان كل حاجة مظاهرات في الشارع، شتيمة للجيش والشرطة للأسف طبعا، كانت الحكومة مغلوبة على أمرها، كان هم بيسموه حراك ثوري، ان انا ما بسموش حراك ثوري ولا حاجه. انا بسميه ان هم مجموعه من الفوضويين الارهابيين اللي خرجوا للسطح ليسيطروا على الدوله المصريه. هي دي الاوقات العصيبه اللي احنا مرينا بيها. فلما نيجي نتكلم عن سياسه خارجيه في الوقت ده ما كانش فيه سياسه خارجيه. كان سد النهضه بيتبني وكان بيعملوا فيه، وصلوا لمرحله كبيره فيه، في كانت علاقتنا بالحدود الليبيه. احنا دخلنا كده بقى في قصه كنا في، كانت الحدود الليبيه الحدود الغربيه المصريه مع ليبيا كانت حدود مستباحه. ليه؟ مفتوحه مستباحه، اي حد يدخل. كانت صحيح جميع التنظيمات الارهابيه اللي احنا بنسمع عنها وبنشوفها وكل يوم يطلعوا لنا اسم زياده، فجر ليبيا، انصار الشريعه، جماعه الاسلاميه المقاتله المسلحه، داعش، تنظيم الدوله، القاعده، كل دول كانوا موجودين في دارنا على بعد 60 كيلو من الحدود المصريه. يعني لو حضرتك كده وقفت في السلوم 60 كيلو بالظبط، الارهابيين شغالين عاملين بتدربوا ليه؟ هيعملوا اماره اسلاميه في دارنا ومن دارنا يطلعوا على مصر. 60 كيلو ايه يعني؟ احنا خلاص احنا مع بعض يعني، خلاص يعني 60 كيلو تلت ساعه كلهم موجودين هنا بالزبط. موجودين في مطروح. فالمخاطر كانت كتيره، الملفات كانت كلها مفتوحه وكانت مشتعله، الملفات مشتعلة، الحدود الغربية كانت مشتعلة، عندنا إرهابيين جايين من كل فج عميق وبيهددوا الدولة المصرية. فلازم الملف ده يتحل وسياسيا وطبعا وأمنيا وعسكريا وكده. ده تحدي من التحديات الكتير اللي واجهت الخارجية المصرية. برافو عليك على كلمة تحدي. كان تحدي كبير جدا جدا جدا، لأن كان مخاطر كبيرة. 1200 كيلو الحدود المصرية اللي بقى عايزة تأمين 24 ساعة، والتأمين محتاج فلوس، محتاج طيران، محتاج حرس حدود، محتاج افراد طبعا في قوات مسلحه موجودين وبيقوموا بدورهم وكل حاجه، ولكن انا محتاج قوات مسلحه قادره على تحمي الحدود، مش تكون موجوده في الشارع وبتحمي مؤسسات الدوله وكل ده على كاهل القوات المسلحه. فانا عايز افرغ القوات المسلحه ان هي تكون مسؤوله عن حمايه الحدود. هي طبعا القوات المسلحه كانت موجوده بتحمي مؤسسات الدوله، وعمالين طبعا الجماعه الارهابيه وانصارها واتباعها والناس اللي كانوا مؤيدين ليها عمالين يقوموا بعمليات احراج للجيش، جر شكل الجيش. فده كان في الخطر في ذروته في الفتره دي 2011 2012 حتى 30/6/2013. الملف
الحدود الشرقية كانت طبعا هنقسمها حاجتين، الحدود الشرقية مع غزة ومع إسرائيل، والحدود بقى من عند البحر الأحمر ده كله. خطرين، كان عندك طبعا عملية فورة بما تعني الكلمة من وجود قوات للعسيين موجود تحت في باب المندب على أساس يوقفوا الحافلات اللي جاية لقناة السويس، ما هو ده مخطط، عايزين يأذوك في الأموال التي تدار إلى مصر عن طريق داخل قناة السويس طبعا. زائد كان في مجموعة من الجزر موجودة بجوار الحدود اليمنية سيطر عليها الحوثيين لما صعدوا للسلطة، والسلاح كان معهم كتير جدا، سيطروا على بعض الأجزاء وسيطروا على الجزر دي، فالجزر دي اتملت سلاح بما تعني الكلمة، اتملت سلاح. طبعا دول إيران بتدعمهم، فالسلاح كان كتير. السلاح يروح لمين؟ كان بيروح للجماعة الإسلامية وبيروح لجماعة الإخوان، وكانوا بيحاولوها عن طريق البحر. زائد الخطر اللي كان جاي من الحدود الشرقية فوق من غزة، كل خطر فيهم يمثل ضربة موجعة، ضربة موجعة للشعب في مصر وفي شعبها. يعني تخيلي سلاح داخل من الحدود الغربية الليبية، رقم واحد الغرض السلاح، ما عايزين يدخلوا سلاح. رقم اتنين من الحدود اللي هي البحر الأحمر بدخلين سلاح، ما سلاح ليه؟ عشان يروعوا الشعب، يقف في الشوارع ويبدأ يستولوا على السلطة، ما يكونش في الشعب أعزل. ما انت دمرت الشرطة، اقتحمت قوات واقتحمت مقرات أمن الدولة، ما فيش أمن دولة خلاص، قعدنا 60 يوم من غير أمن دولة. فالأمن الدولة كان لسه بتعافى، الشرطة كانت لسه، كنا بنقول فضلوا تفضلوا تعالوا، واحنا كانت فتره وازمه وعدت والكلام ده كله. احنا كانوا هيوصلونا بمناسبه موضوع السلاح، يعني انا حاسه احنا كنا على مشارف حرب اهليه. يعني أنا كنت بقعد مع ست اللي هو احمد جمال الدين، كان بيقول احنا بنقوم بمجهود مضاعف طبعا بالمقارنه بين 2010 ل 2012 و 2011، مجهود مضاعف جدا. فكل ده كان حمايه الدوله المصريه. تخيلي بقى لو قطع يعني صفقة سلاح عدت ولا حاجة من الحدود، فاحنا بنتكلم على دولة 104 مليون 104 مليون. الحوثيين دلوقتي في اليمن أقوياء ليه؟ بينفذوا سيطروا على بعض المناطق ليه في اليمن؟ لأنهم مسلحين معاهم سلاح. فبالتالي كان ده الغرض، أن مصر تتحول إلى مخزن كبير للسلاح، حينما يعطوا صفارة البداية للاستيلاء على السلطة استيلاء تام بقى، استيلاء تام، مش قصة انتخاباته، لا استيلاء تام، ويطلع بقى يعني الجماعة الإسلامية والبناء والتنمية وحزب الأصالة وحزب الفضيلة واللي احنا شفناهم دول كلهم في رابعة. واحنا كنا بدأنا يا أستاذ بلال، يعني الجيش المصري قد إيه اكتشف أنفاق للسلاح، مش أنفاق اللي بس على الحدود اللي احنا هنجيله دلوقتي في قصة الحدود الشرقية اللي مع الحدود الشرقية اللي مع غزة، قطاع غزة مع فلسطين وإسرائيل. الحدود كانت حدود للأسف كانت مستباحة، كان الأنفاق كان غرضها الأول والأخير ما فيش تجارة ولا حاجة بتتم ولا حاجة. هم طب ما أنت عايز تنقل تجارة يعني، طب من فوق من المعابر، ليه بالأنفاق يعني من المعابر؟ أنت ليه من المعابر يعني ليه من الأنفاق؟ هو أنت ليه عايز كل حاجة مخالفة؟ طب ما تطلع من المعابر بطريقة قانونية، لا أنا عايز من الأنفاق عشان الفلوس تيجي لقيادات الإخوان وقيادات حركة حماس، وبالتالي ياخدوا حاجات أكتر. فزائد السلاح كانوا بيهربوا سلاح، وطبعا في أنفاق بيننا وبين غزة 13 كيلو دول، يعني يعني الإرهابيين جيش الإسلام يجي من غزة على مصر بالسهل، ويطلع من مصر على غزة سهل، يروح جبل حلال سهل، يطلع على رفح سهل، يطلع على هناك على المقر هناك في غزة جنوب غزة سهل. فتح لنفسه نفق يوصله على كل الأماكن، يخدم كل تحركاته، يخدم كل تحركاته، يعمل عملية إرهابية، يعتدي على اسم شرطة رفح والشيخ زويد واسم شرطة أول عريش وثاني العريش وثالث العريش، كله ده كان مستباح بالنسبة له. شهدوا على الأحداث يضرب دي طبعا، يضرب ويطلع على جبل الحلال طبعا. بعد ما يطلع جبل الحلال النهار يطلع يعدي طبعا، لأن هو عن طريق الأنفاق عارفها، من الأنفاق عن طريق يدخل غزة هنجيبه منين؟ في ظل بقى ان في عندك اللي انا قلت على حضرتك عليها في الاول فوره، كان في فوره في الشارع، عمال يقولوا ثوره وعداله اجتماعيه. طب ازاي يا استاذ انت؟ هو مش الاول ان احنا نعيد بناء المؤسسات مره اخرى عشان نعمل الصح؟ مش حضرتك عايز عداله اجتماعيه؟ طب هنعمل عداله اجتماعيه ازاي وانت في الشارع؟ يعني عايز القضاء اللي بيجيب القصاص يا حبيبي، انت هو القضاء، هو انت اللي هتجيبه؟
هو يطلع مثلا اللي كنا بنشوفهم صفوت حجازي والارهابيين دول كلهم هم يطلع يقول لك القصاص، هو انت مالك انت بالقصاص؟ هو عارف القضاء، القضاء اللي بيجيب القضاء بيكون فيه استئناف ونقض ودرجات التقاضي، هو حضرتك مالك يعني؟ وقت الجد هم دول كانوا فين؟ لقيناهم فين؟ ولا اي حاجه خالص، كان ملوش لازمه، كان اصلا كان هو يعني هم الاخوان دعمهم جامد، ولما لقوا التجاوز بيزيد الاخوان بتخلي اعضائها يعني بتدفعهم دفعا الى التجاوز في حق الدوله المصريه، بيشحنوهم وبيحرضوهم، فده ده السر. فده عندك، كان عندك بقى الحدود الشمالية، الحدود الشمالية على ساحل البحر المتوسط. تخيل حضرتك يعني في حاجة اسمها المياه الإقليمية المصرية. المياه الإقليمية المصرية دي كان لازم الأول تحدديها. ليه؟ هو حضرتك مش هتحطي قوات البحرية المصرية تقف كده في منطقة وهي مش منطقتنا، لازم نحدد الحدود البحرية الأول. ترسيم الحدود ترسيم بقى والاتفاقيات الحق. عشان لما أرسم الحدود أقدر أحصل على الموارد اللي تملكها الدولة المصرية، أنقب عنها في منطقتي أو في حدودي، بترول وغاز والكلام ده كله، خاصة أن منطقة غاز الشرق الأوسط منطقة يعني فيها يعني كمية غاز رهيبة وهيحصل عليها نزاع قريبا. ليه؟ لأن المنطقة دي فيها طبعا الدراسات كلها بتقول أن هي منطقة غنية جدا بالغاز، في احتياطي للغاز كبير جدا في المنطقة دي، فإحنا طبعا هنروح ننقب ازاي عن الغاز ونحمي المياه الإقليمية الأول؟ لا ده ما فيش ترسيم حدود اصلا، ده احنا منغمسين في الداخل من الفوضى واقتحام المؤسسات الدوله وشتيمه الوزراء والناس في البيوت مش عارفه تعيش من كتر ما هم عاملين لك لجان شعبيه في الشوارع، فما كانش فيه زي ما احنا بنقول اهو كنا فين، اوقات صعبه، هي دي الاوقات الصعبه. فالحدود الجنوبيه مع السودان، الحدود الجنوبيه مع السودان محتاجه رعايه جامده جدا يعني لازم يقظه جامده، لأن طبعا عارفين أن تواجد لجماعة الإخوان وقتها كان جامد جدا في السودان، وبالتالي سهل أن هم يهربوا ناس من وإلى من مصر وإلى السودان اللي هم بيرتكبوا العمليات الإرهابية ويكونوا مطلوبين أمنيا لجهات التحقيق، يهربوا ويهربوهم للسودان. هلاقي فين؟ مش هلاقي. إلى الناس اللي هم منغمسين في التنظيم، على علاقة بالتنظيم، قادرين ان هم يساعدوا التنظيم في عمليات إرهابية وبيدبروا الخطط وبيحطوا العمليات كلها، بيجوا من هناك لهنا. فده كل ده اسمه أوقات عصيبة وتحدي. احنا كده بس بنتكلم على حدودنا، يعني بنتكلم على ده، احنا كان عندنا تحديات تانية كمان بره الحدود بتاعتنا، احنا اتكلمنا عنها كانت ابعد من كده، لكن كان لازم زي ما حضرتك بتقول الاول نتعامل في الحدود. هو نقدر نسميه لغم ولا نسميه خط النار ولا دايره كانت جامده جدا، محاصرين بدايره جامده جدا. صحيح، في حاجه اسمها في العلوم العسكريه احنا في دراساتنا في 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 تنظيمات الارهابيه والكلام ده عرفنا حاجات، ان لكي تحافظ على الامن المصري او الامن اي دوله، مش الامن الدوله، لا الامن الدوله ذات نفسه، مش الجهاز امن الدوله، لا الامن القومي، الامن القومي للدوله، في دايره صغيره ودوائر كبيرة. الدائرة الصغيرة اللي هي الحدود اللي احنا بنتكلم عليها دي. الدائرة الأكبر بقى، ما انت مش حضرتك مش هتقعدي في الأوضة وهتقولي أنا قافلة على نفس البيت وتمام كده أنا في أمان، لا، افرض عندك إرهابيين تحت العمارة. تحت العمارة دي بقى اسمها إيه؟ الدائرة الصغيرة للأمن، لأمنك أنت. لأمن حضرتك في البيت. طيب، إذا كان في بلطجية على راسك على أول الشارع، الدايره بقت اكبر، الدايره اكبر. فانت لازم تامني اول الشارع عشان تقعدي ببيتك امنه، مش هتستني يجوا تحت البيت وتقولي لا ده انا ماليش علاقه، ده هم مش تحت البيت انا قافله على نفس الباب، لا ما هو في خطر، بيمثلوا خطر طبعا، بيمثلوا خطر لجيرانك وليكي. فهو ده المفهوم. تخيلي بقى احنا قلنا خط النار اللي حوالين الدوله، طيب ما تيجي نبعد شويه، نبعد شويه هتلاقي سوريا مولعه، تنظيمات ولعبة دولية كبيرة جدا بتتم في سوريا. روسيا تدعم بشار، إيران تدعم بشار، جماعة الإخوان تدعم التنظيمات المتطرفة الموجودة في التي تحارب بشار، أمريكا تدعم جماعة الإخوان والتنظيمات الإرهابية التي تحارب بشار، الاتحاد الأوروبي يدعم التنظيمات الإرهابية التي تحارب بشار عشان مش عايزينه، جامعة الدول العربية موقفها كان
طبعا يعني هي الدول العربية كانت أصلا ضعيفة. فإذا كانت الدول العربية ضعيفة فجامعة الدول العربية هيكون إيه؟ سلبي محايد ضعيف، مغلوب على أمرها. ما هو اللي حضرتك ثلاث حاجات دول مغلوب على أمرها. وبالتالي ده المشهد. طب إيه اللي حصل؟ فوجئنا كده وإحنا موجودين كده، طلع لنا عفريت كده جديد قال لك ده داعش. إيه داعش؟ التنظيم الدولة في العراق والشام. طب بيعملوا ايه؟ عايزين ايه؟ عايزك يقول لك امارة اسلامية في العراق والشام. طيب طلعوا في العراق وطلعوا في سوريا وبيتمددوا واقتحموا الحدود ويلغوا الحدود بين الاثنين ومعاهم سلاح. السلاح ده بيجي منين؟ من تركيا بتدعمهم وفتحت لهم الحدود وقطر بتديهم فلوس للسلاح. فاللعبة الدولية شغال. طيب هل اللي بيحصل في سوريا يؤثر على الامن المصري؟ طبعا طبعا. اذا كان الجيش السوري هو الجيش الاول بالنسبه لمصر، اسمه كده الجيش الاول، احنا عندنا الجيش الثاني والجيش الثالث. سوريا حربت معنا في 73، فالهزه اللي بتحصل في سوريا بتؤثر بالتاكيد على مصر. ما هو ده اللي حضرتك قلته، يعني انا مش هفضل في مكاني او في شقتي وقافل على نفسي الباب. اللي هيحصل في جيراني او معايا ما هو بيأثر عليا. حاجه ثانيه اللي حصل في باب المندب. باب المندب فوجئنا لقينا بقى صراع دولي كبير جدا في باب المندب. ايه اللي حصل؟ جيبوتي واريتريا يعني فتحوا دولهم شويه كدخل ليهم، بيعملوا عمليه تاجير لمساحات من دولهم على سواحل البحر الاحمر من اجل تبقى قاعده عسكريه. اتملت المنطقه قاعده عسكريه. جت الصين، جت روسيا، جت امريكا، جت اسرائيل في المنطقه دي. طب المنطقه دي بالنسبه لك منطقه استراتيجيه كبيره جدا 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 من هنا للصبح، لان كل الحافلات والناقلات اللي بتجي لك لقناه السويس اللي بتدفع بالدولار، اللي انت بتاخد الدولار وبتحطه لميزانيه الدوله عشان خاطر تجيب قمح وتجيب بنزين وتدفع مرتبات وتدفع الدين الداخلي وتدفع مرتبطه وبتمر من هنا مرتبطه بقناه السويس. طب افرض حصل لا قدر الله اي هزه في باب المندب، مش هيجي لك حاجه طبعا، مش هيجي لك ناقلات اللي بتدفع، فهتاثر بطبيعه الحال ضربه للاقتصاد المصري. احنا بنتكلم بقى، وسعنا الدايره شويه طيب اذا كان عندك اصلا تركيا عماله تجر شكلك في الشمال بقى في البحر في البحر المتوسط، وداخله خناقه مع قبرص وداخله خناقه مع اليونان على اساس المياه الاقليميه، واحنا كدوله مصريه لم نقوم بترسيم الحدود الشماليه مع قبرص او اليونان. والمياه الدوليه المصريه وهيتم التنقيب، فانت كل ده تحديات لازم الحق نفسي. مش هقعد بقى عند دمياط او بورسعيد او اسكندريه واستنى اقول لك لا ده انا كده تمام، لا ده انت المياه بتاعك فيها الموارد المصريه وفيها يعني ثرواتك كدوله. وهنا سبقت مصر بخطوه. لا احنا لسه بنتكلم في ايه؟ في المشكله. بنشرح المشكله بنشرحها كده. فعندنا طيب ايه اللي حصل؟ لقينا ليبيا ولعت اكتر، المعسكرات التدريب بقوا 6 معسكرات تدريب، وجاي بقى الارهابيين بيجوا تركيا لان هي مشتركه ضلع كبير جدا في اللعبه الدوليه، بتهرب الارهابيين وبتساعدهم وباسبورات، بتضرب باسبورات وشركات الطيران التابعه ليهم بتورد الارهابيين من سوريا بيجيبوهم ليبيا. الكلام بجد بقى ومعسكرات تدريب. طيب الهزه اللي حصلت في تونس، تونس الدوله الاولى ساعتها يعني 2013 في بداية 2013 كانت الدولة 2013 2014 2015 في الفترة دي كانت الدولة الأولى اللي بتورد إرهابيين بيسافروا يروحوا يتدربوا في معسكرات التدريب في سوريا. طب وبعدين نيجي للجنوب، الجنوب اللي حصل لقينا حوض النيل بدأ تواجد إسرائيل أكبر خلال الفترة اللي فاتت 2011 2012 2000 نص 2013 تواجد إسرائيلي كبير جدا 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 ملفت للنظر. خطر موجود في أثيوبيا اللي أصلا المنبع بتاع المياه حوض المية اللي بتجيلك في النيل، وهيبدأوا يعملوا بروتوكولات وتعاون واتفاقات أمنية واتفاقات اقتصادية وحاجات كتيرة جدا من أجل موضوع حوض النيل وسد النهضة. طيب الأخطر من كده فوجئنا لقينا، ما هو احنا بنتكلم بقى وسعنا الحزام شويه، احنا قلنا فيه حزام ناري على مصر الحدود، طب لو وسعناه شويه جبنا كده، طب الحزام بقى الكبير الاوسع الدايره الاكبر اللي احنا بنتكلم عليها، لقينا تشاد ومالي اللي هم اسفل ليبيا والجزائر بقت منطقه فيها تصاعد لنشاط تنظيم القاعده.
فوجئنا لقينا طلع بوكو حرام، وتمبوكتو بقت يعني مدينه تمبوكتو بقت فيها عناصر ارهابيه كبيره جدا، ومعاهم سلاح ضخم وحديث سلاح حديث، ومعاهم اموال طبعا جايه من قطر. فده كله حزام اكبر ناري. كان على مصر الاول ان هي يعني تستيقظ، لان الداخل عندنا كان زي ما كلنا شفنا في 2011 2012 لحد 30/6/2013 كانت الدوله يعني عارفه الدوله كانت في مرحله مرض، كان في مرض كبير في الدوله. فلما قمنا في 30/6 بدانا نبص حوالينا لقينا حزام ناري ده حزام صغير. ايوه، وبعدين في دوائر اكبر برضه، دوائر اكبر مولعه. طيب كان في تدرج بقى، يعني احنا شفنا زي ما حضرتك بتقول من بعد 30/6 الدوائر النار الصغيره في الاكبر ابتدينا نسحب. لا احنا صحينا. وكان لازم بقى نتعامل، يعني نتعامل قبل اي كلام. لما حضرتك كده تمسكي الملف اللي احنا حكينا عليه ده، قبل اي كلام عشان تتعامل معاه لازم يكون عندك داخل قوي. لازم الداخل المصري، بناء دولة، مؤسسات دولة، مؤسسات لازم الدولة تكون. احنا خلاص صحينا في 30/6 لازم، عشان انا خلاص فتحت عينيا لقيت الدنيا حواليا نار هيت، عشان ابدا بقى اتعامل مع هذه الملفات لازم الاول يكون الداخل المصري قوي. بالظبط، ما انا ازاي انا ضعيف وهتعامل مع الملفات اقدر اواجه دي. لازم انا اقوي البناء الداخلي المصري عشان اقدر اطلع البحر المتوسط واحارب البحر، اشوف كده امنع اي مخاطر جايه من البحر الاحمر، واشوف ازاي الانفاق دي شغاله والدنيا، واعالج الاخطاء دي، واتعامل مع ملف حدود النيل دي، واتعامل مع ليبيا، واتعامل مع الملفات دي كلها. فكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجوده في السلطه ده كان يعني انا بحمد ربنا ان الرئيس عبد الفتاح السيسي موجود في هذه الفتره الصعبه اللي مصر بتمر بيها. ليه؟ رجل عسكري من الدرجة الأولى، رجل مخابراتي عنده استراتيجية واضحة لكيفية حماية الدولة المصرية. كيف لو كنت كتبت كده كيف نحمي الدولة المصرية هتعملي اللي الرئيس السيسي بيعمله. هو الرئيس السيسي عمل إيه؟ قال لك البنية الداخلية المصرية لازم تكون قوية، لازم الأول نعالج ما حدث، مؤسسات الدولة لازم نعيد بنائها مرة أخرى، لازم يكون عندنا مؤسسات عافية. كان في تخريب، هو قرر ان يكون في بناء، ومع البناء واصلاح ما فسد في نفس الوقت همشي بالتوازي، مش هستنى ان حاجه تخلص وابدا اللي بعدها. انا قبل ما ابني لازم اعالج التخريب. بالظبط. هو عمل ايه؟ قوى جيش، صانع بما يعنيه الكلمه، صانع الشرطه، لان الشرطه كانت يعني كان الاخوان كانوا هيدوسوها بالبلدي كده. ليه؟ لان هم كانوا عايزين يعملوا جيش موازي وشرطة موازية وجهاز مخابرات موازي. ده الغرض. ليه؟ لأن لا الجيش معاهم ولا الشرطة معاهم ولا المخابرات معاهم، فهم كانوا عايزين يعملوا أجهزة تابعة ليهم. فقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه هو يحمي الجيش، الجيش يكون جيش قوي قادر على حماية الدولة، يصون الشرطة لأن الشرطة كانت هتضيع، كان هيبقى جهاز شرطة إخواني. فهو بيصون الشرطة، حفظ القضاء، حفظ هيبة القضاء، قدس الأزهر، قدس الأزهر، لأن طبعا احنا لازم الأزهر يكون عندنا ليه يعني يحفظه يعني من أي توجه إخواني. زي ما كان في اختراق لمؤسسات الدولة حضرتك تقصد كده، حتى الأزهر كمان يكون في اختراق. أعاد الهيبة والوقار والاحترام للكنيسة. كل المؤسسات اللي أنا بحكي عليها دي تعرضت إلى عملية ضربات مجاعة، ضربات مجاعة من الإخوان. القضاء حاولوا يخترقوه، الشرطة حاولوا يهدموه، الجيش كانوا القطوة اللي بعدها كان الجيش. الكنيسة والأزهر برضو تعرضوا للعمليات. طيب أستاذ بلال، أنا قدامي للأسف دقيقة الوقت، ما حضرتك يعني مر بسرعة، في الدقيقة دي بعد ما إحنا زي ما حضرتك قلت كده وصفت شرحنا المشكلة والملف، التعامل معاها وتقييمك ليه في الأداء. كان الملف بقى كان حط بنود كده الرئيس عبد الفتاح السيسي،
ازاي يتعامل، وجهه ما هي وجهه النظر المصريه في التعامل مع الملف الليبي. واحد، الحفاظ على الدوله الليبيه من الانقسام. اثنين، دعم الجيش الوطني الليبي بقياده المشير خليفه حفتر. ثلاثه، عدم التعاون وعدم الاعتراف باي تنظيمات وميليشيات مسلحه. الدوله المصريه ما بتعترفش مع ميليشيات، ما بتقعدش مع ميليشيات، عندي جيش وطني. اربعه، رفض اي تدخل خارجي في الشان الليبي. ليه؟ احنا عندنا دول الجوار، عندنا اتحاد اوروبي، اتحاد افريقي، احنا كدول جوار احنا نقدم كل ما نستطيع لدعم الشعب الليبي لكي يقرر مصيره، وهو ده اللي العالم كله خلاص يعني عرفه. احنا بنقول وجهه النظر المصريه والرئيس السيسي بيقوله، وبناء عليه كل الدول العربيه الدول كلها بتقول نفس الكلام. الرئيس السيسي تقول كده حصل نفس الكلام في الملف السوري. احنا بنقول ان نرفض تقسيم سوريا، احنا مع الجيش السوري والشعب السوري قرر مصير. فاحنا قدرنا ان احنا نحافظ على حدودنا، نقفل الانفاق، نمنع اي تواجد ارهابيين، وجود مجهود ضخم جدا جدا مشكور للقوات المسلحه والشرطه لحمايه الدوله المصريه. السلاح خلاص طبعا في مجهود وبعد التعافي وهتبقى مصر قويه، لان احنا بدانا صح، بدانا ان احنا نبني زي ما حضرتك قلت من جوه، يكون عندنا دوله داخليا قويه، ومنها انطلقت النجاحات. انطلقنا الاتحاد الافريقي، انطلقنا الجامعه الدوله العربيه، انطلقنا الامم المتحده. استاذ بلال الدوي، رئيس مركز الخليج لدراسات مكافحه الارهاب، بشكر حضرتك جدا، والوقت مع حضرتك مر بسرعه ونورتنا، شكرا لوجودك معايا. شكرا ليك، واتمنى اكون قلت حاجه مفيده. طبعا بشكر حضرتك جدا، بشكر حضراتكم جدا على حسن متابعتكم لينا في حلقه النهارده. نتقابل معاكم في حلقه جديده في النور. تصبحوا على الف خير. الحقيقة تبان.